وعبر شاشة دبي ريسنج أبحر في عمق الميدان بعد أن قطعنا كيلو متر من البداية. في هذا المسار تتقدم المشاركات وتقودهم فزعة والفزعة مطلوبة في هذا اليوم. الفزعة محمد بن سليم بن سيف الدرعي تقود المشاركات، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يا سلام، سرابة تاتي بطيب بن حمد بن سيف بالعبد النعيمي تاتي في المركز الثاني. المركز الثالث شوف الدخول ما شاء الله، شوف رقمها 106 داخلة بقوة، مشاركات فعال الزعفرانة هذه. السيل بن محمد بن سيل العامري تتقدم فيها بن طبازة العامري تتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع شوف الدخول على رابع المراكز، وهذا دخول من السايح عمر بن حمد بالقرين العامري تتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع. بالمركز الخامس شوف هذه مياس ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي. المركز السادس تدخلت فيه ووصلت في هذه اللحظات هذه الشاهينية لسالم بن حمد بن عبد الله المري، بينما المركز السابع شوف السابع الله يا سلام، هذه بيض العلي بن حمد بن علي بن حمد بن بن حيدان، بينما المركز التاسع الدخول وشعار الغربية كذلك الحاضر على المركز التاسع في هذه الانطلاقات. شوف الوصول بنشوف سمها ورقمها، هذه تدخلت في هذه اللحظات اللي هي الوثبة محمد بن عبد الله بن خلفان المزروعي. والمركز العاشر مشاهدينا متابعي الكرام في هذا الانطلاق في عاشر المراكز تدخلت ووصلت هذه الذيبة لسالم بن علي بن راشد الغيلاني. هكذا مشاهدينا الاعزاء هذه العشر المراكز، الشوط بدأ بسرعة هائلة هذا الشوط بسرعة هائلة سرعة هائلة في هذا الشوط في اللقاية. هذا سن المفاجآت، هذا سن السرعة دائما في سباقات الهجن. أعود إلى المركز الأول في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع تقود المشاركات، وهذه الشاهينية سالم بن حمد بن عبد الله بالأدهم المري تقود المنطلقات ويتقدم بالأدهم على مسار هذا الشوط، بينما فزعة تندفع في هذه اللحظات وتنطلق. وهذا ياتي محمد بن سليم بن سيف الدرعي على المركز الثاني. وصلت هنا مشاهدينا الاعزاء، وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام نرفزه، وصل الصغير بن محمد بن سيف المنصوري مقدم نرفزة في هذا الشوط. نرفزة تتقدم في هذا الانطلاق. أوه شوف الوصول، شوف التحرك، غادم الأسماء واصل جواهر سالم بن غدير بن حمدان الوهيبي اللي مقدم جواهر. وشوف الأسماء الله، هذا الشوط مليء بالأعداد. وهذه يا نوف عبد الله بن سالم بن رصاص العامري تتدخل في معمعة هذا الشوط، ولكن بالقرين من الجانب الثاني راعي ريسنج غادم السايح عمر بن حمد بن قرين العامري. الله يا راعي الخشمة على هذه المشاركات الفعالة، ولكن شوف الدخول وشوف الانطلاقة وصلت في هذه اللحظة بلسم الذي تنطلق عبد الله بن محمد بن صالح المنهالي قادم بقوة في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة. وصل شعار الغيلاني، وصلت كل الأسماء رغم 13 اللي غيرت بدلت ما ذعناها ما يبنى لها طاري. مشهور علي بن الصغير بن سالم الوهيبي غيرت إلى مقدمة الشوط، انقلب هذا الشوط راس على عقب، ولكن هذاك المركز الأول 60 أنا ذيع 13 المركز الأول، ولكن 60 في الكيلو الأخير وتتقدم بالمركز الأول. ولا زالت الشاهينية
سالم بن حمد بن عبد الله بالأدهم المري يتقدم بالأدهم والأقرب للسيارة والأقرب بالناموس للناموس حتى هذه اللحظات. روح يا بالأدهم روح، ما تبقى إلا 800 متر الأخيرة. ولكن شوف القدوم في هذه اللحظات مشهورة، علي بالصغير بن سالم الوهيبي على المركز الثاني والمركز الثالث. شوف الثالث، شوف الدخول، شوف التحدي، يا سلام وصول من نوف عبد الله بن سالم بالرصاص العامري على المركز الثالث. واصل النهم بالرصاص، واصل بالرصاص، واصل على المركز الثالث وبالأدهم. وهناك الانطلاق والتحدي غيرت مشاهدي الأعزاء، اللي غيرت مشهورة، غير الوهيبي أهالي السلطنة، الأقرب أهالي السلطنة الذين سوف يستضيفون مهرجان الخليج والسلطنة في هذه الأيام وبعد يومين تقريبا. الله، ولكن بالرصاص 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 انطلق إلى المركز الأول، انطلق بالرصاص إلى المقدمة ويقدم لنا مشاهدي الأعزاء في هذا الشوط نوف. نوف انتزعت السيارة في مهرجان يضوء، انتزعت الناموس، يستاهل عبد الله بن سالم بالرصاص العامري. مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا لعبد الله بالرصاص العامري على فوز نوف بالمركز الأول، والسلام يا أهالي مدينة العين. سلام. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات وصلت في المركز الثاني مشهورة لعلي بالصغير بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث اعطوني أرقامها، الثالثة اللي وصلت في المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء هذه لحمد أو لحميد بن مطر بن عمير الشامسي في ثالث المراكز. أما المركز الرابع قدوم كذلك ووصول إلى خط النهاية من مطر لخلف بن مبارك بالجافلة الحميري. أعود إلى التوقيت الزمني عموما وأترك ذا وأترك بقية المراكز للجنة خط النهاية. نوف، هذه نوف مشاهدينا الأعزاء لا عبد الله بن سالم بالرصاص العامري، تهانينا والناموس. قدمت توقيت زمني 7:38.3 من الثانية، حملت السلامات لأهالي العين في هذا الصباح الجميل والرائع، يستاهل بالرصاص السيارة والزعفران والناموس. بينما قدمت الكثير والكثير مشهورة من التنافس علي بالصغير بن سالم الوهيبي في هذا الانطلاق، أهالي السلطنة كذلك بالمشاركات الفعالة. 7:39.5 من الثاني وصلت في المركز الثاني. بينما المركز الثالث، شوف المركز الثالث، وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي مبشرة نعم أو رقم 2 اللي هي مطرة لخلف بن مبارك بالجافلة اللي وصلت في المركز الثالث 7:42 بالوفاء والتمام. تهانينا لخلف بن راشد بالجافلة الحميري على الفوز بالمركز الثالث. عموما تهانينا لكل الفائزين بالمراكز الأولى.